مشاهدينا الكرام، هنا إلى وجود حالة من المواجهات، أو بالأحرى عملية اقتحام لقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة عقربة جنوب شرق مدينة نابلس في الضفة الغربية. مراسلنا في الضفة فادي العصا موجود معنا الآن ليشرح لنا ويطلعنا عما يحدث في بلدة عقربة. فادي، نعم بدر، أسمعك. ماذا يحدث في عقربة الآن؟ صحيح، اقتحام من قبل جيش الاحتلال، هو من ضمن الاقتحامات التي كان ينفذها جيش الاحتلال، ولكن تعرف تماما أن الوضع الآن مختلف تماما في الضفة الغربية وفي كل أرجاء فلسطين مع تصاعد أعمال المقاومة المختلفة في قطاع غزة وكذلك أيضا في الضفة الغربية المحتلة. يبدو أن اقتحام عقربة جاء بعد عملية إطلاق نار تعرضت قوات الاحتلال على الحواجز العسكرية المحيطة بهذه المنطقة. حقيقة هذه المنطقة عقربة تقع في منطقة أو مدينة محافظة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، كذلك أيضا في منطقة حاجز دير شرف، حاجز على بلدة دير شرف عند مدخل الشمالي لشمال الغربي لمدينة نابلس، كذلك أيضا تعرضت قوات الاحتلال المتواجدة هناك لعمليات إطلاق نار، وبالتالي في نابلس وحدها هناك عمليتي إطلاق نار، ولذلك جيش الاحتلال يقوم عمليا بمداهمة هاتين المنطقتين تحديدا، يبدو لمطاردة مطلقي النار لغاية اللحظة. هذه الصورة التي تصل من هناك. أيضا يضاف إلى ذلك الآن هناك اقتحام في هذه الأثناء لبلدة العزرية شرق مدينة القدس المحتلة. كانت بلدة بوديس المجاورة قد شهدت عمليات إطلاق نار. نحن نتحدث عن المنطقة الشرقية جغرافيا من مدينة القدس والتي تقع داخل الجدار، بمعنى أنها في داخل أراضي الضفة الغربية، أو عزلها الجدار لتصبح داخل أراضي الضفة الغربية، وبالتالي جيش الاحتلال يقوم الآن بعملية اقتحام يبدو أنها كبيرة لمنطقة العزرية شرق القدس المحتلة تزامنا مع عقربة في منطقة نابلس. شهدنا خلال الساعات القليلة الماضية عمليات إطلاق نار متصاعدة في أرجاء الضفة الغربية المختلفة، في الشمال، في الجنوب وفي الوسط. جنوب الضفة الغربية كان في مستوطنة كريات أربع سمع أصوات إطلاق رصاص وتجمهر لآليات الاحتلال العسكرية في هذه المستوطنة المقامة على أراضي المواطنين في مدينة الخليل. وسط الضفة الغربية كان أبرزها أربع عمليات إطلاق نار وقعت على حاجز قلنديا العسكري في المنطقة الواقعة ما بين القدس ورام الله. هذه العمليات شهدت ردا من قبل جنود جيش الاحتلال الذين قتلوا ثلاثة فلسطينيين، ثلاثة شهداء قتلهم جيش الاحتلال بعد مواجهات عنيفة اندلعت في المكان تخللها اشتباكات مسلحة كانت أيضا عنيفة. بعد عملية القتل جيش الاحتلال تعرض ثلاث مرات لعمليات إطلاق نار، بعد إحدى المرات الثلاث قام بإطلاق رصاص على ثلاثة شبان، وأدى ذلك كما قالت الصحة والهلال الأحمر الفلسطيني إلى إصابات خطيرة، نقلت إلى مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله لتلقي العلاج. نحن نتحدث عن ارتفاع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية وحدها منذ صباح السبت حتى هذه اللحظة إلى 13 شهيدا توزعوا في منطقة رام الله تحديدا، وتحديدا على حاجز قلنديا كما ذكرنا بالشهداء الثلاثة، كذلك أيضا في منطقة أريحة، الخليل، جنين، وأيضا مناطق مختلفة أخرى من الضفة الغربية المحتلة التي شهدت مواجهات كانت أيضا عنيفة في نقاط مختلفة. وقال الهلال الأحمر أنه سجل العديد من الإصابات في هذا السياق. نحن نتحدث أيضا عن الضفة الغربية، المساحة الجغرافية الأكبر هي من قطاع غزة معروفة التي هي في فلسطين، ولكن هذه المساحات الشاسعة أصبحت اليوم مقطعة الأوصال بفعل حواجز الاحتلال العسكرية التي تنتشر، وأيضا والمستوطنات المقامة على أراضيها في النقاط المختلفة والتي تقطع أوصالها حقيقة. وجيش الاحتلال عدا عن الحواجز العسكرية التي تفصل المحافظات الفلسطينية الجنوبية الشمالية وكذلك الوسط عن بعضها البعض أقدم على إغلاقات منذ يوم أمس كانت بشكل واضح في البلدات والقرى في كل محافظة فلسطينية، بمعنى أنك إذا كنت في قلب إحدى المدن الرئيسية في الضفة الغربية وتريد أن تنتقل إلى القرى والبلدات المجاورة أو تنتقل إلى مدينة أخرى أو إلى محافظة أخرى فإن ذلك يعني عبور حواجز عسكرية، ولكن هذه الحواجز أصبح يستخدم فيها جيش الاحتلال طرق مختلفة للإغلاق. لم يعد فقط هناك جنود يقومون بالتفتيش ومن ثم يسمحون للمركبات بالعبور، أغلق جيش الاحتلال بالأتربة، كذلك أيضا
بالمكعبات الإسمنتية وأيضا ببوابات حديدية وضعها، وكان يضعها أصلا على نقاط رئيسية في مداخل البلدات، وبالتالي الضفة الغربية أصبحت مقطعة الأوصال بشكل كامل منذ بداية العملية العسكرية في قطاع غزة. كذلك أيضا تحدثت مصادر مختلفة بدر أن الفلسطينيين قد أخبروا من قبل سلطة الاحتلال بأن لا يتحركوا على الطرق الالتفافية، الطرق هي طرق شقها الاحتلال لخدمة المستوطنين لخدمة مستوطناتهم. نعم، وأصبح اليوم يمنع عليهم أن يتحركوا. بالفعل هذا ما كنا نشاهده منذ ساعات الصباح. على ذكر المستوطنات التي تقطع أوصال الضفة الغربية وتنتشر هناك في كل المناطق، هل لاحظ هل لاحظت أي تشديد في الاحترازات الأمنية العسكرية حول هذه المستوطنات؟ هل هناك مثلا تواجد عسكري غير مألوف في هذه المستوطنات؟ هل هناك تسليح إضافي ربما غير مألوف لدى المستوطنين الإسرائيليين هناك تحسبا لأي هجوم للمقاومة الفلسطينية؟ بدر، يجب أن نوضح الصورة للمشاهد العربي حتى تكون أكثر دقة في الوصف. أولا، تتحدث عن المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية هي أشبه بثكنات عسكرية، والكل شاهد أصبح يشاهد يعني كيف كان الجدار حول قطاع غزة والأسلاك الشائكة والجدران الإسمنتية. معظم المستوطنات هي مقامة بهذا المنطق، ولكن هذه المستوطنات عندما كانت تسيج بجدران أو أسيج بهذه الطريقة كانت عندما كانت بؤر استيطانية صغيرة، ولكن مع مرور الزمن ومع التوسع الاستيطاني أصبحت هذه الأسيجة تقوم بمحاصرة الفلسطينيين، وأصبحت المستوطنات يحاول جيش الاحتلال أن يقوم بربطها مع بعضها البعض أو يقوم جغرافيا بربطها مع طرق التفافية، وبالتالي هناك عكس للصورة. كانت في البداية هي عبارة عن أماكن مغلقة أشبه بسكنات عسكرية، هذه البؤر قبل أن يقوم جيش الاحتلال بتسمينها وتوسيعها أكثر فأكثر لتصبح هذه المستوطنات متواصلة سواء جغرافيا أو عن طريق طرق شقها جيش الاحتلال، وأصبحت هذه الطرق تعزل المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة عن بعضها، وبالتالي أنت تتحدث عن مناطق محصنة أصلا. بعد العملية العسكرية التي كانت يوم أمس، جيش الاحتلال أيضا قام بإغلاق المناطق الفلسطينية. يعني إذا عدت الصورة مرة أخرى، عندما تقول أن الفلسطينيين في الضفة الغربية محاصرون من جدران بالطرق الالتفافية طرق الاستيطانية وكذلك بالحواجز العسكرية والأتربة والحواجز والمكعبات والبوابات الحديدية التي ذكرناها، كل ذلك يصبح الفلسطيني هو المحاصر في منطقته، وبالتالي جيش الاحتلال عندما يريد أن يفرض الحصار يقوم فقط بوضع جنود على هذه الحواجز العسكرية مدججين بالسلاح. أيضا حتى تكون الصورة أكثر وضوحا، هناك بعض المستوطنات القريبة جدا من البلدات الفلسطينية وكثير منها هي أصلا مقامة على أراضي فلسطينية، وعندما تضخمت وصلت تخومها وبناياتها إلى نقاط قريبة من البلدات الفلسطينية التي يمنع على الفلسطينيين التوسع فيها، هناك وصلنا في أكثر من منطقة بوجود قناصة من قبل جيش الاحتلال خشية من بالفعل أن يقوم الفلسطينيون بتنفيذ هجمات ضد المواطنين أو ضد المستوطنين في هذه المناطق. أيضا حتى تكون الصورة أكثر وضوحا وأكثر واقعية بدر، أنت لا تتحدث الضفة الغربية مثل قطاع غزة، لأن القطاع هي منطقة جغرافية واحدة ممتدة وفيها سلاح، ووصل هذا السلاح إلى درجة الصواريخ، وشاهدنا التطور التسليح في قطاع غزة. الضفة الغربية مختلفة تماما، بالأكثر هناك فقط أسلحة يمكن أن تكون خفيفة، استطاع الفلسطينيون أن يهربوها من مناطق مختلفة أو حتى من داخل الخط الأخضر من قبل سلطة الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي أنت لا تتحدث عن تسليح كبير. ولكن هذا الإطلاق الرصاص الذي حدث مثلا عند حادث قلندي العسكري، كان يقال من قبل الفلسطينيين أن رصاصة من الضفة الغربية يمكن أن تؤدي بتقريبا يعني تعطي نتائج مثل صاروخ من قطاع غزة. لماذا؟ لأننا نتحدث بالعودة إلى بدء الرد على هذا السؤال، تتحدث عن مناطق جغرافية قريبة من تجمع المواطنين الفلسطينيين، وبالتالي يمكن إذا ما أطلق الرصاص على المستوطنين أن يصيبهم بشكل مباشر. واضح جدا. فهذه سؤال أخير قبل أن نتحول إلى ضيف سينضم إلينا من رام الله. تحدثت قبل قليل عن أن الفلسطينيين الآن في الضفة الغربية هم محاصرون فعليا تماما. يضاف إلى ذلك أنه حسب ما اطلعت أنه حتى معبر الأنبي مع الأردن مغلق الآن، سلطات الاحتلال أغلقته، فبالتالي الضفة الغربية هي محاصرة ومغلقة تماما، صحيح؟ صحيح صحيح بدر،
يعني حتى أيضا نضع الصورة أكثر، يعني أنت تتحدث عن الساعات القليلة الماضية، كان هناك فترة أعياد يهودية استمرت تقريبا لأكثر من 10 أيام. في الآونة الأخيرة منذ يوم الجمعة، كان جيش الاحتلال أعلن يوم الخميس أن يوم الجمعة والسبت كان إغلاقا كاملا للحواجز والمعابر الرئيسية التي تفصل الضفة الغربية عن داخل الخط الأخضر وعن مدينة القدس، ولكنه كان ما زال يقوم بفتح لساعات معينة معبر الكرامة الذي يعرف طبعا فلسطينيا أو اللينبي إسرائيليا في منطقة، وهو المعبر الوحيد الذي يوصل الفلسطينيين من الضفة الغربية تجاه الأردن. ولكن عندما بدأت العملية العسكرية في قطاع غزة، جيش الاحتلال قام بإعادة إغلاق وتجديد الإغلاق، بمعنى أنه يعني أغلق كل الطرق أو كل هذه الحواجز لا يستطيع أحد التحرك عليها، وحتى أن الحواجز الحديدية التي توضع عليها تعرف تماما هي أقرب إلى يعني الحدود بين الدول، هذه الحواجز أو هذه المعابر التي تنتشر سواء في داخل الضفة الغربية أو حتى ما بين الضفة الغربية وداخل الخط الأخضر. الجيش الاحتلال أعلن إغلاقها وأعلن إغلاق هذا المعبر كذلك، المعبر الوحيد للفلسطينيين، وشدد من الإجراءات عليه. اليوم صباحا كان هناك سماح للفلسطينيين خاصة الذين كانوا يذهبون، هناك موسم للعمرة في المملكة العربية السعودية، خرج الفلسطينيون وعلقوا في الأردن لأنهم كانوا يعودون. فتح جيش الاحتلال وسلطة الاحتلال المعبر يبدو لإعودة المواطنين الفلسطينيين، ولكن أبقى المعبر مغلقا بشكل كامل، عدد كبير منهم قد علق خاصة مع يوم السبت، لأن يوم السبت هو فقط يتم فتحه لساعات قليلة، علق لأن الإغلاق تم بشكل مفاجئ، وبالتالي كل ذلك الآن الفلسطينيون معزولون بشكل كامل عن العالم الخارجي بفعل ما تقوم به سلطة الاحتلال الإسرائيلي. قبل أن أنتقل أو قبل أن ننهي هذه الإجابة بدر، يجب أن نذكر بأن هناك جانب آخر هو لا يتم التركيز عليه وسط هذه الإجراءات العسكرية المختلفة ووسط ما يتم من عدوان في قطاع غزة، شهداء وكذلك أيضا مقاومة وكذلك أيضا شهداء آخرين في الضفة الغربية، الأسرى داخل سجون الاحتلال، لأن هناك معلومات شحيحة عنهم. سلطة الاحتلال قامت بقطع الاتصال عن أهليهم وعن بعضهم البعض، وحتى داخل أقسام السجون نحن نتحدث عن 5250 أسيرا فلسطينيا أصبحوا معزولين أيضا عن عالمهم الخارجي في داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي. وهناك نقطة أخيرة أيضا، بأن هناك عدد كبير من الاتصالات تأتي إلى الجهات الفلسطينية المختلفة بخصوص مفقودين من قطاع غزة لم يتم التعرف على مصيرهم حتى الآن. شكرا لك فادي العاصم مراسل تلفزيون العربي.